وهذا سائل يقول: متزوج امرأة منذ 8 سنوات وعندها الآن من العمر 60 عاما، وأمرتها بالصلاة فترفض بحجة أنها لا تفهم وما تعي ما تقول، فماذا أفعل؟ هذا لا يجوز لك تتزوج بها، اللي ما تصلي تترك الصلاة متعمدة كافرة. الله جل وعلا يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والمرأة التي تترك الصلاة متعمدة كافرة.